السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله يا شباب في حلقة جديدة من لعبة بولي أو سلسلة الشغب في مدارس لندن. أول شيء ودي أسوي هذه الحلقة أني أبدل هذا اللبس، خلاص يكفي الشعب تشمتوا فيني لين ما قالوا بس. ما أدري إذا في هذا المكان اللي وصلنا إلا والله فيه. أما وش اللبس هذا الجديد؟ هذا أحد الكلاسات اللي خلصناها في الحلقة الأخيرة لو تذكرون، أعطونا هذا اللبس الفضائي وهذا لبس جديد. هذه ذكريات اللي كان يلبس هذا اللبس، حبيت أن استعرضها لكم. هذا واضح أنها جبناه من حصة الأحياء. هذا يمكن من ميوزك، طبعا تذكرون الدكتورة حق الميوزك ذوقها مرة حلو. للأسف ما في سروال متناسق مع هذا اللبس حق الأحياء، خلنا على الأزرق. مدري ليش مشكلة الملابس موجودة في هذا السكن. يلا ما عليها، هذا طقمنا اليوم. خلنا نطلع نلحق على الكلاس لأن أمسينا في بيتنا الجديد اللي مقابل الشاطئ الجميل هذا. فأسرع طريقة، تعال كان في سيكل معي، واضح انه انزرف من الجروب الطيب هذا، جروب النصابين. اي دام فيه الخال هذا موجود ما ودي اتجارد معهم. اوف ما يتفاهم والله الشرطي. نحاول اما حتى اللبس هذا يضحك. اوف ايه الشرطة على طول بيدي. خلاص بطل الباص بطل الباص. اسرع طريقة نوصل المدرسة طبعا عن طريق الباص. طيب الحصة بتبدأ او انها بدت. وش عندنا من كلاس؟ عندنا اليوم الشوب 2. حلو، اليوم الظاهر انها خلاص موضوع السياكل خلصناه في الحلقة الماضية، الحين بندخل في موضوع السيارات ان شاء الله. يا اخوي رايحة كلاس تسوي لنا فيها، بعدين في اختصار هنا خلاص تعلمنا. ما يمديك تنطي الشايب. الله خلاص 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 دخلنا الصف يا بالحلال. الشعب اللي ما يتفاهمنا. اوف واضح ان زوجته منكده جوه من صباح الله خير، بيردها فينا. اما سيكل مره ثانيه يا اخي، كلاس صعب يا رب اقسم بالله. المحاوله الثالثه لاست تشانس، واضح انها رزوب. آخر زر يلا هنه يضبط. أحمر أوكي زيتنا السيكل الظاهر. الحمد لله أربع زرار بس عدت على خير. متى بتعطينا السيكل طيب؟ السيارة ولا في دراجة بعده؟ حلو الحين فتحنا السيكل أسرع أتوقع. سبيد 2 هذا كم؟ لا ممكن الشكل بس مختلف، السرعة نفسها. ايش عندك انت؟ ايش عندك؟ ايش ال لا 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 خلاص خلاص. معنا لو تذكرون هذاك راعي الجاكيت الاسود كان يفزعنا في الحلقة الماضية، فاتوقع ان هذا الجروب فما ودي ادخل في مشاكل معهم، لان لو قتلته او ضربته راح اطيح سمعتي عند الجروب هذا المعين. من اللي جاي؟ وينك انت ما اشوفك؟ يا اخي مشيناتهم جدا تافهة، دخل الطلاب في الزبالة تكرمون. فاضي لك انا وراي مشينات، ما مدانا نتنفس الا الكلاس الثاني بدا. الكلاس الثاني وش هو؟ فوتوغراف. اوه صاحبتنا هذه، خذ لك ما حد شاف. سوي كت سوي كت. طيب صفنا في الطابق الاول الفوتوغرافي، اتذكر انه اخر شيء على اليمين. نعم الظاهر انها زعلانة عشان اللبس. اسحب علي يا رجال. السلام عليكم. لا لا الكاميرا موجودة والله، فكيف ننساها؟ ايوه تيك بيكتشر اوف ستودنت فور ذا يير بوك، بس للطلاب. اوه لعباتي ثلاث طلاب بس. هلا 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 هلا. ابتسامة 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 ابتسامة. لا لا ما هي بجاهزة ما هي بجاهزة. صبر صبر. ابتسامة يا استدي يا دافورة، ابتسامة. طيب تروح بتدرس. اوه هذه وهي خايفة كذا. اوه احلى صورة، ليه باد فوتو؟ ورب ان هذا احلى صورة. خلنا نخزنها. طيب سبحان الله هذه مضبوطة. ايوه شوف هذيك هاي من ورا. اوكي اثنين في واحد. ريتيرن تو ذا كلاس روم. بس انا صورت الحلوين هذا لسه ما صورت. دقيقة دقيقة. طيب هذا ما ينفع كذا نحطه في الالبوم.
اوه ثلاثة في واحد هذا دقيقة. وخر انت وراسك وخر وخر يا ابن الحلال. بس هذا احلى صورة. هذا ايش فيها جاي تركض؟ هلا ولا تبغى تدخل دافورة في الصورة؟ خلاص خلاص يكفي. اوه الدب هذا الكريه هو سرواله مفتوح لازم صورة. تعال تعال طيب هو يضحك يضحك على لبسي على اساس. ايوه مع الهاي يا سلام. هاي خلاص خلصنا خلصنا في ربع الوقت. الله وكيلك جنب الصف. فوتوغرافر والله موهبه موهبه. انا اقول لكم هذه الدكتوره مدحتها في الحلقه الماضيه تفهم في التصوير. Your book which can found on the... اوكي الحين يبدينا نشوف الصور. فوتو ألبوم الله يستر من الفضايح. والله ما صورت هذه يا شباب. ما أدري وش جابها هذه. من وين طلعت الصورة هذه؟ ديليت فوتو يس ديليت سكسسفولي. طيب وين صوري أنا؟ هذا يارب أوكي جيمي صورتي موجودة. راسل صورت راسل أنا؟ أوكي الحين لو صورتهم أتوقع بيظهرون جنب الأسامي. دقيقة خلنا نجرب. طيب الصور اللي قبل شوي اوكي اسمه ملفن. خلنا نشيك وين ملفن. الا والله نضاف هذا تحت اليسار. اوكي نصير نتعرف على المدرسة كلها. انجي وهذه كريستي. انجي وكريستي وش اسمك انت؟ هذا ممكن منضاف خلاص. هذا شيلدون وادي. هذه يرمان مدرسي. امك لبستك اليوم؟ ايه امي لبستني. عندك ساكت ما يقدر يقول شيء. هذا بسبب كلاس الانجليزي اللي كان هنا. اوكي عندنا مشن يا شباب هنا في المدرسة. خلنا نشوف المشنات. مشن واحد في المدرسة ومشن واحد هنا على اليسار في الجمعية الظاهر. خلنا نبدأ عشان لا نضيع وقت اليوم. ويد كيلر مدرس الحياة هذا الظاهر. هذا اللي رسبني. Look at that plant, boy. Magnificent, isn't it? Unfortunately, there is a boy at this school, Darby Harrington, who was given such a plant from his father. His father is not a nice man. Darby is not a nice boy. اللي يلبسون أزرق دفاع. They keep that plant to belittle my collection. There are two sides to biology, boy. Life and death. سبحان الله. Do I make myself clear? Very clear, sir. You want me to kill Darby Harrington? Yeah, I'll get right on that. Not the boy, boy! The plant, boy! Kill the plant! Oh, ما يتفهم. داربي اصلا اذا ما خاب ظني بنقتله من جد. هو نبتته. الاثنين في واحد. Remove any herbs before going to her house. اوكي لازم نروح نشوف موضوع النبتات هذه. ومنها اذا خلصنا المشن هناك ممكن ناخذ المشن الثاني. فهذا شيء جميل لنا. اثنين في واحد بيصير. خلنا نروح نجيب السيكل. ما ادري وش اللي يضحك في اللبس يا شباب. الله 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 اخيرا ضبطها. راسل بيكون هنا موجود. لا والله ما حد. وخر من اخوي وخر. وخر من اخوي. وخر من اخوي. كفو كفو اجلده اجلده يدب. كم مره اعلمك اجلده يدب. كفو واحد اضرب. ايه اجلده اجلده يدب اجلده. ما منك فايده والله. افا هذا كل الوزن اخرته يطيح كذا. ايش يسوي؟ ايوه وحده. يا سلام عليك يا سلام. السلام عليك مع شوية مساعدة هو صار يحط لي سيكلي الجديد في الجراج. كان في شيء أفضل من السيكل اللي قبله والله ما أعرف إيش هو. دقيقة النبتة لا تكون في المدرسة. النبتة موجودة هنا وأنا مستعجل على المدينة في البويز دورم. يلا ما عليه جبنا سيكل. مفروض السيكل يتم معي. لازم أشيل شيء معي الظاهر كيمستري ست ولا وش السالفة ولا لازم ألبس لبس. دقيقة خلنا نشوف المشن. اوكي يقول لي اول شيء افسخ اي شيء فوق راسك ولازم نلبس الاكيوبري سويتر
وهيركت ولازم نروح الحلاق. اوكي نن الله الحلاقه. وين السويتر؟ هذا هو. اها اوكي اوكي يلا ماشي مع الطقم عشان ندخل بيته. نزين بيته عاد. انتوا عرفتوا اللي اقصده صح؟ اللي كنا نرمي عليهم بيض في الحلقه الماضيه. هذا ليش موديني اكس هنا؟ ايش عندنا هنا؟ كويس ما يتكلمون على السيكل في المدرسه. اوكي هذا المكان اخيرا، وانا اقول متى بندخله. هذا المكان كنا نصور العلم فيه. نشوف ايش عندهم. توك تو بيف. اوكي اها هنا بنحصل نبته ونقتلها. والله يا شباب اني ما اذكر المشن هذا. ايش القصر هذا؟ هذا سبع طلاب الاغنياء على قولهم. حتى يوم كانوا يتشمتون فينا يقولون لي لا تحسبني غني واصير اخاف منك. الحين لازم ندور النبته. وش المتاهه هذه؟ اوكي في الطابق الاول الظاهر مفروض انها تكون هنا. ايوه هنا النباتات. هذا اخوينا اللي الله يبعدنا منه. اوف لا تقول لي احرقهم كلهم. هذا لا. Use the poison to destroy the plant. اوكي استخدم السم. ايوه لازم اكون سريع. ممكن هذا النبتة الاولى. ايوه هذه نفسها اللي كان يروينا. اما تحرك النبتة. سنة ما تقاتل بوس. سنة كويس انها ما تهاجم وما حد يهاجمني. الحين بيجوني الله يستر. ايوه اعطاني حركة اندرتيكر واحنا فيها. ايوه يسأل الله مفشخنا. يا ساتر رميت شلك. وجي يخرب بيتهم يا رب. يا اخي لازم اروح عند الشايب اتعلم حركه جديده. اقسم بالله هذه حقه الطيحه انها منقذتني في مواقف كثير. طيب السلاح هذا ما اقدر اشله معي. هلا والله يمديني. ايوه هفه بالسلاح. والله خل البيض ينفعك. صورته موجوده في كل مكان. اوف بالصحن. لا 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 امزح امزح. النحشة يا رجال خل الصحن وطلع انعاش. اوكي نجحنا $30. حلو دخلت في بيسهم وانجزت المشن. كفو الليل. السلام عليكم. خلنا نشوف المشنات. ما عندنا شيء في المدرسة. عندنا واحد انفتح فوق على اليمين والمدينة هذه على اليسار. خلنا نروح هذا. القروش الوحيدة صراحة ان الباص ما اقدر استخدمه واروح المدينة. لازم من المدينة للمدرسة بس. ايوه وصلنا الى المشن. الله صرت اعرف اوقف. تادز هاوس. راسل وش سوي هنا؟ Who's dumb now? I'm dumb. I'm dumb. Real dumb. Hey, kid. Hey, kid. Help me out, please. Easy, Russell. Calm down. Calm down. Sit. وش طلع راسل من المدرسة؟ Thank you. Jeez, that dumb kid's really strong. Dumb? Hey, be good. No. Be good. Not you, Einstein. Not you. So, how did everything work out with those eggs? Not like I was hoping. Never trust a rich kid. Too bad. Too bad. Was it that jerk Tad? البيض انقلب علي. His parents are at a party at my boss's house right now. If you wanted a revenge thing, now would be a good time. I guess I'll need some more eggs then. Ah yes. You got it. Thanks. حلو. Come on Russell. We've got a house call to make. والله جيت بوقتك يا راسل. تعال. تعال منتظر الانتقام. Go to Dad. ليكون شل سيكل يا راسل بس. تعال يا راسل وين رايح؟ الحين معي بيض؟ اي معي. كفو راسل. شوف الفزعة وربي ما خاب ظني فيك. شوي شوي على السيكل يا رسل. اما يعلمنا اختصارات رسل. ايوه هذا الاختصار اللي ما كنت اعرفه.
هذا واحد منهم يا لا لا هذه واحدة خلها يا رسل. هذا هو هذا واحد منهم. والله ما عنده وقت الفزعة أقسم بالله داعس 200. وين وقفت يا رسل؟ لسه ما وصلنا. هنا تخطيط يعني قبل المشن ولا كيف؟ تعال تعال أول شيء صورة يا رسل. الفزعة هذه أقسم بالله أنت وسيكلك وربي أحلى صورة يا رسل. صورة ثانية يا رسل. أيوة وأنت معصب وأنت معصب وش فيك؟ أيوة سلام عليك. تعال يا رسل تعال. هذا البيت. وش فيه واقف يا رسل؟ تعال طيب هنا. ولا هو أيوة. أيوة تعال تعال تعال. تعال يا قلبي تعال. إيش الأسلحة اللي معي؟ الحك حك خلهم يتحكحكون ورسل يجلد في عينهم. Through egg through every open window. أوكي. عبر النوافذ يبان نرمي ال. أوكي. حان وقت الانتقام. من هنا يمدينا ناخذ كفر في حال ساءت الأمور. لا لازم نرفع الأيم شوية. هو ثرو. يا سلام سبحان الله ما ضبطت الأيم فتح. Find him. جايين جايين يا رسل جايين. جانا الأول جانا الأول. رسل عندك إياه. أيوة. عبينا الجدران. كفو يا رسل جلدته. أفا. كفو يا رسل. يا تعال تعال. والله دستروي. أنا أشهد أنك وحش. عندك إياها يا رسل. دستروي يا رسل. كفو كفو أنا أشهد. ربي أنك ذيبان. تعال 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 هنا. وين النافذة؟ أيوة. عندك إياها يا رسل. كويس ما صقع راسي. النافذة اللي بعدها. أوف هذا معه القب. أما خلص البيض. يا رسل شوية بيض لو سمحت. يا رسل بيض لو سمحت. لا 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 معليش معليش جبنا ليكون زعلناه. كفو مسبق له والله. طيب لازم اخذ بيض الحين من رسل. باقي ناخذ واحدة. اوه من الشنطة يقول لي حق رسل. هنا الشنطة رسل مزبن. مزبنة برا على البيض. جايب معه. كفو يا رسل تعال. وين رسل؟ كفو والله ما تخاف عليه الوحش. شوف الهيلث حقه ما نقص الله وكيله كله شعره. خبز له خمس ولا صار فيه شيء. هذا اللي قال لك الفزعة. الحين بيطلع جيشه كله. Get out of that. الحشنة الحشنة تعال تعال يا كفو. والله ايه اسلحة سنامي. خلك مع رسل انت وش جابك هنا. تعال تعال تحسنا ما نشوفك. اثنين في واحد. اجلد اجلد يا رسل. ايه من جهتين. ايه صقعني معه. والله يا انه برة خاطري فيهم. مشينا يا رسل مشينا وربي دخلنا بيسهم وجلدنا ابو جدهم. يو باست. شوف الرسبكت حقهم سالب 15. ما نبي الرسبكت حقهم. تركب معي يا رسل. الله السيكل ما بيتحمل. اركب اركب سيكلك. لا تم تلاحقني كذا يا رسل. الله يهديك يا رسل. خذ السيكل وامش. تعال تعال بركب الباص يا رسل تعال. وين رسل؟ دخل دخل نام دخل نام. والله جايب السلاح معي. وين الفيران وين الفيران؟ تعال تعال تعال. الحمد لله اليوم الامور معدي على خير ونسيف وحلى نومه. اوف وش الصورة هذه الجنب السرير؟ دقيقة دقيقة دقيقة. صبح صبح. ايوة ايوة يا ما شاء الله. من متى هالصور؟ اوه بوسة هو قبل. والله ما عرفتك يا جيمي. شايف ضايح انا ثاني. هو الكاس اللي اعطوني اياه يا اخي. والله شيء رهيب موجود هنا. شوف مكتوب جيمي
المركز الأول سباق السياكل. تعال تعال تيشيرت الوسخ هذا خلنا نبدله. أرجع الكابل منكس. لا يرحم أمك لا. يا أخي في هودي كان فنان بروح بشتريه موجود بالمدرسة. وهذه الحصة بدت. الجيوغرافي أوه اللي رسبنا فيها. دقيقة أفهم مسكر المحل أثناء الكلاس يعني ولا إيش؟ دقيقة قبل أن أدخل الكلاس جهز براشيمك يا وحش. تعال وربي جايك براشيمي هالحصة. Good day everyone, I'm Mr. Matthews, your geography teacher. طلع البراشيم. طلع البراشيم. أوكي اليوكي خلنا نخلص براشيمي بسرعة. هذه بريطانيا يا شباب فوق هنا على اليسار. يا أخي اسحب. هذه بريطانيا فوق على اليسار. هنا إسبانيا. إسبانيا موجودة هنا. كأني شككت في الوضع. جنبها كان البرتغال. ايه هذا البرتغال والله انا حافظها من الحصه الماضيه. وايطاليا طبعا عرفنا انها موجوده هذه مع الباستا هنا. وهنا فرنسا. اوكي هذا اختبار لذاكرتي طبعا. الحين نرجع للمراحل. طيب هذا فنلندا هنا فوق. حلو حلو. يسارها ايش السنو هذا وين الازرق والاصفر. سويدن. وهذا اللي فوقها نفس الشيء صليب. كلهم صليب هنا النروي وسويدن وفنلندا. طيب المانيا موجوده هنا جنب فرنسا. وهذا مشابههم شوف كلهم وربي الدنمارك كلهم نفس العلم بس اختلاف الوان. هذا الأربعة. وبعدين عندك سلمك الله أتوقع هذه سويسرا. أفا مش موجودة عند البراشيم. سيرفيون براشيمك مختلفة عن اللي عندك. يا أستاذ السؤال هذا ما درسنا. جايب لي تركيا في البراشيم وش ذا. وربي توهقنا يا شباب. أوكي هذا موجود هنا بولندا جنب ألمانيا. رومانيا المفروض تكون هنا. أيوة نجحنا يا سلام نجحنا. ما ودي اجيب العيد. باقي عندنا الجريس وسويسرا اوكرانيا وايرلندا. ايش جنب ايطاليا وفرنسا؟ سويسرا. ان شاء الله اني ما اغلط فيها. حلو سويسرا على يسارها فرنسا وتحتها ايطاليا. باقي عندنا هذا وهذا على اليسار هذا جنب. اوكي هذا على اليسار ايرلندا جنب بريطانيا. باقي اخر واحد عندي جابتين جريس او اوكرانيا. طبعا الجواب هو اوكرانيا. يا سلام كذا خلصنا ب 100%. عط البراشيم اللي جنبك. It was easy. وربي براشيم يا وصخ. أيوة هذا الهودي اللي أقصده. لا مش هذا. في واحد ثاني أحلى. هذا. وفي واحد ثاني توقع أحمر. هذا هو. وعندنا بعد واحد أخضر. الظاهر إني اشترتهم كلهم أنا بس يوم كرشت اللعبة. حليل الكشخة. يبالي صورة كذا يا. روح نخزن قبل لا يصير أي شيء. أوكي كلاسنا الماث. والله خربيت الماث من. هالمرة أقسم بالله لا أسكت وأركز في الكلاس. الفلسفة في الحلقة الماضية ما راح أعيدها. جالس أسولف وأقرأ لي اسم المدرس. أوه هذا مدرس الرياضيات اللي كان ماسك مدرس الإنجليزي على الغرشة يوم شافها سكران. 7:50 يساوي 6:36 2 smallest 12:03:06:12:06:20:08 biggest pay attention lowest 3:11 slowest القرد 120 40 3:07:05 2 fastest 99 ايوه 12:21:11 عد بالله 35 7:05 which is fastest صاروخ طبعا how many squares ايش squares هذا 1 2 3 4 5 اوكي 0.5 34 15 و2 17 15 و6 ناقص 6 9 fastest اوكي نجحنا الحمد لله what is tallest اطول شيء which is highest 77 you're not even trying are you انا بالي رسبت يوم قال you're not even trying لان النسبه ممكن تنزل حبيت اني اسرع بس اخر شيء عشان تشوفون جميع الاسئله قدر الامكان الحمد لله نجحنا وفتكينا من الماث جيمي كومز ثرو اجين اي والله زان الحظ اخيرا خلنا نسيف الحين ودي اروح اشوف الوظيفه الثانيه يا شباب وش عندنا من وظائف الجريده جربناها مرتين فودي اجرب شيء ثاني عندنا مشن في المدرسه لا حلو الحمد لله ما في مشن في المدرسه وين الفلوس عندنا هنا الفلوس خلنا بروح هذا المكان واجيكم هلا هلا راسل هلا بالوحش والله تستاهل فلوس اقسم بالله والله لا اغنيك معي امسك
بس تكفى لا تلحقني. اها يوم اعطيه فلوس خلاص يصير اعطيه مشن يجلدني اي واحد. شكلك بتلحقني للمدينه يا رسل. معليش انا رايح اجمع فلوس. لا حالت الله بالله. هذا هنا مشن الجرايد فيه الظاهر ليفل 3 منه. دقيقة فيه مشن جانبي ميك فود ديليفري. لا 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 اي ام سو سوري. بيلبسني اللبس هذاك ما لها داعي. ايوه هنا المشن الثاني او الوظيفة الثانية. اما داخل بيت كيف كذا. والله ما اذكر هالوظيفة هذا يا اخوي. وخر تاخذ المشن معي. لاون ماونينج بارك 1. بسم الله اللهم اجعله خير. لا 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 هذا عقاب المدرسة. هذا ما هو بوظيفة. هذا 70% من القراص. معليش معليش حشيت للزهور من الغبنة. انا شارد من مقابلة المدير عشان لا يوهقني بالحش الزراعة في المدرسة. كيف الوضع؟ جالس فوق راسي تقول بزرف يعني حشيش ولا؟ خلاص ادلف يا ابوي خلص شغلك دامك فاضي. تعال انت حش. جاب كمبليت ايش؟ كت 100% عشان يعطيني فلوس زيادة. ما اريد فلوس زيادة. الله يحرمنا من هالوظيفة. واقف فوق راسي. صديق بلاد وين؟ كيف عيال ما انت؟ كم ولد فيه؟ متى اخر مرة سافر؟ كم سنة داخل بلاد؟ الاسئلة هذه كل ما جانا واحد كهربائي ولا هذا سألناه. والله بما انه يوم الوظائف خلنا نشوف وش عنده هذا. بيبر رايت. والله انها اشرف وظيفة اشرف. ايوه وشغل لك نغمة بعد. يا اخوي خذ الجرايد اول شيء. كم مرة هنسى. حاط السماعات في اذنك وما غير ترمي والكلب يلاحق وراك. خربيته مسرع هالكلب. اذنف يا اخوي. اخر نشتغل وخر. قاطعين الارزاق. هذا لسه لاحقني. خير خير خير. بتعظ نفس اخر مرة وربي بالجريدة. اوكي صار خوي. هفه هفه بالله. هفه يا رجل هفه. هفه اذيتني اقسم بالله اذيتني ترى. خل الموتر. ايوه ادعسه بالله ادعسه. دعسه دعسه خلاص روح. على المدرسة وديني. رجعنا بدري اليوم الظاهر. ما ادري بجرب اني ادمج حلقتين في واحد. فان شاء الله انها تكون المدة مش متجاوزة ال 25 دقيقة 30 دقيقة بحيث ننجز اسرع في قصة بولي. يا الله يا كريم. وبس يا شباب اتمنى الحلقة نالت اعجابكم ودعموا هذه السلسلة باللايك. استودعكم الله واشكر من تسبين القناة وشكر موصول كل من دعمني بلايك كومنت وشير. ونشوفكم على خير. وسبحانك اللهم بحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب.